استاذ سامي، يعني حضرتك من كلامك كده انا استشف انك محمل اللعيبه فقط. هل انا احمل اللعيبه فقط ام برضو احمل يعني كيروش الى حد كبير؟ لان انا برضو امبارح وحضرتك اكيد تابعت، طب هو الناس كلها كانت بتسال هو قفشه ما لعبش ليه؟ طب هو في برضو حاجات حصلت احنا مش فاهمينها. هو اكيد هنرجع نقول له وجهه نظره ماشي، هو اكيد الادرى ماشي، بس احنا عايزين نفهم. يعني طبعا التفاصيل الصغيره لو هنحير نفسنا فيها احنا اتحيرنا بالفعل. يعني هو ليه لعب بطريقه في الشوط الاول ولعب بطريقه ثانيه في الشوط الثاني؟ يعني انا اعتبر الجون اللي جه يعني من ثمار الصحوه اللي حصلت في نهايه الشوط الاول والثاني، وكان ممكن يفوز على فكره، كان قريب جدا كان ممكن، بس برضه عندنا شويه اخطاء يعني من لعيبه ومن كروش نفسه. يعني قفشه كان حل من الحلول طالما الدنيا مش ماشيه معايا يعني في المجموعه. عشان كده بقول لحضرتك انا ما اقدرش بس اقول اللعيبه مش مركزه، لا في لعيبه مركزه جدا، في لعيب زي ما حضرتك بتقول، بس في نفس الوقت الجهاز الفني بس له كلها تبقى وحشه. لا هو ده ما حدش فيه خلاف، احنا لم نتوقع ده. يعني زي ما كريم برضو قال احنا لسه بنقول يا هادي لسه الجاي التقيل جاي بالزبط. فليه كده؟ يعني طبعا دي برضه يعني سؤال نحطه قدام كروش ومساعدينه، ان هم ليه الفرقه بتروح وتيجي كده يعني طالعه نازله؟ يعني ما يعني احنا محتاجين فرقه مستقره عزمها جامد روح قتاليه عاليه، يعني بالتالي عشان نوصل لاهدافنا يعني بسهوله. يعني مفيش حاجه بالسهوله، بس ايه يعني باستهداف نقدر نوصل له، ما نتهزش الهزات دي. وبالتالي يعني انا يعني واحد زي قفشه لما الاقي الدنيا يعني قافله معايا، طب هو ورقه كويسه جدا ربحان، طب ورقه ربحانه ليه ما يلعبش؟ يعني دي حاجات برضو يعني محتاجين كروش يقعد معانا الوقت ونساله. كان في اشاده طبعا بدور احمد فتوح واكرم توفيق، بس في نفس الوقت كان في اندهاشه من استخدام محمد شريف كجناح انا وعدم الاستعانه بقى بالظبط. يعني انا مش فاهمها، انا بصراحه مش فاهمها. يعني هو وكمان اصراره ان شريف يكمل للنهايه. انا طبعا شريف لعيب كبير جدا اكيد وله مكانه، بس يعني ان هو يتحط في الجناح وما اظهرش انتاجيه في الشوط الاول. طب ليه؟ يعني في اكثر من حلول اخرى. يعني ما هي طبعا اكرم وفتوح محتاجين اللي يبقى قدامهم في النصف الثاني من الملعب عشان يكملوا الجمله اللي من الاطراف. يعني شريف كان غير موفق في هذا المكان، وطبعا ده ابننا في النادي الاهلي واحنا بنفخر بيه جدا، لكن هو طبعا كراس حربه مميز جدا كمهاجم. يعني طبعا يعني وكروش ما جاوبش على السؤال ده، يعني ما ادناش تفسير ليه هو اصر على شريف في الناحيه دي طول الوقت. انا بتفق مع حضرتك، ما ده اللي كنت عايزه اقوله. طيب ده راجع يعني نقدر نقول ان في نوع من الذكاء او العبقريه عند كيروش احنا مش قاريينها دلوقتي، هو بيحضر لحاجه، ولا ده راجع ان لا قراءه كيروش؟ انا مش بتريق والله، يعني ممكن لا هو مش بتريق، ولا راجع ان من الابتسامه دي تقدر تستنتج ان استاذ سامي حاجه متحمسه؟ استفسار حقيقي والله، ولا ده راجع ان كيروش مش قاري اللعيبه صح؟ لا يعني هذا الرجل انا بديله تقديره الكامل بخبرته طبعا. وبالتالي هو ربما زي ما انت بتقولي بيقلب حاجات في دماغه، مش واصله لنا لسه. مش واصله لنا. طب هتوصل لنا امتى؟ بس ما توصلناش بقى بنلاقي نفسنا الدنيا ورا ظهرنا.